ليسن ما سوسو سوتي رون تقرأ منجت ياس ليسن مشوبين من ليس لنا ما يفسدها. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ويكون تكون مشيئتك. Christos Jesus Vencio Fili Vlogite Muir Nefasi Che Domne Almighty Shkursana Khairat Rahum Allah Abu Rabbina Mukhalisna Asa Al-Masih Lannu Satarna وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه أشفق علينا عضدنا وتاه بنا إلى هذه الساعة إن ثفون مارنتي ويرفو بوس فارير مبايث وفاي نملي أوتير انت بن وخن هريني نفين انجبي بان تقرى تور بشوي سبنوتي كيري إليه سيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة اطلبوا لك ارحمنا الله ترافع علينا واسمعنا وعين أقبل سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة المقدسة وعن هذا اللقان وعن موضعك المقدس من الصالحات النافعات ارزقنا أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو كريه ليسون تنوش تبيون بمشيرين هم بمن مطوى رياسة وابن وموسيون شرفين Cherene mareyati cherompi etnes tiedos mitinare mnuti pilogon cherene Shere na choy, Senyor, tiena po Ostol shere ni madi dizen te ben choy Sus ve Christos, shere na kumati ro Evangelii, shere ni ostol osmanus vi Isos Benestos en Sagnim Fuhem Tov en Tov Benem Shai Nichenu Bustazis en Ol Tenosh Temom Ten Ti Ona Vebor Dedi Yares of Teros, Neskem Shah in Emmanuel.
tefes moeron tirenen tev tovo ennen hiden tev tarichon nishon intenen psikine nen somate noste mokove. Arhamni Allah ka azim rahmatakum isla kasrat rahmatakum. يسر فقع اختيام وكل أثامي قلبا نقي نخلق فيها الله روحا مستقيما قدل فيها شيء لا تطرحنا عن وقعك روح القدس لا تنزح من ابنحن باكة خلاصك بروح رأيك وعلم الأثم أتركه من أفكون إليك أرجو ونجني من الدماء إلى إله يا رب افتح شفتي قلب المكسر المتواضع لا يرزل الله توصل مصور شوية Duxasie ose ose mo o من سفر التكوين لموسى النبي بركاته علينا امين وظهر الرب لإبراهيم عند شجرة ممرة وهو جالس على باب خبائه وقت الظهيرة فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه فلما نظرهم ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد على الأرض وقال يا سيدي إن كنت قد وجدت نعمة لديك فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم ثم استريحوا تحت الشجرة فنأخذ خبزا وتأكلون وبعد هذا تمضون لأنكم قد مررتم على عبدكم فقالوا افعل هذا كذا كما قلت فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال لها اسرعي وعجني ثلاث مكاييل واصنعيها خبز ملة ثم ركض إبراهيم إلى أبقاره وأخذ عجلا رخصا حسنا وأعطاه لغلمانه ليعملوا طعاما ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله وضعه قدامهم وأكلوا بينما كان هو واقفا تحت الشجرة وقالوا له أين سارة امرأتك؟ أما هو فأجاب قائلا ها هي دخلت الخباء فقال إني أرجع إليك في هذا الزمن من العام المقبل ويكون لسارة امرأتك ابن فسمعت سارة وهي عند باب الخيمة من خلفه وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في أيامهما وقد انقطع أن يكون لسارة كما للنساء فضحكت سارة في نفسها قائلة أيكون لي هذا الآن وقد شاخ سيدي فقال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت سارة في نفسها قائلة أترى بالحقيقة أألد وأنا قد شخت هل يستحيل على الله شيء في مثل هذا الزمان أرجع إليك في القابل ويكون لسارة ابن فأنكرت سارة قائلا لم أضحك لأنها خافت فقال لا بل ضحكتي ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم وعمورة وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم فقال الرب هل أخفي ما أنا فاعله عن عبد إبراهيم وإبراهيم يكون أمة عظيمة وكثيرة وتتبارك به جميع أمم الأرض لأني علمت أنه يوصي بنيه وبيته
من بعده فيحفظوا طرق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي يعمل الرب لابراهيم بما تكلم به معه. وقال الرب: ان صراخ سدوم وعموره قد كثر وخطاياهم عظيمه جدا، اني انزل لاعرف هل صراخها الاتي الي قد كمل ام لا. وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، واما ابراهيم فكان لم يزل واقفا امام الرب. فاقترب ابراهيم وقال للرب: لا تهلك البار مع الاثيم فيكون الصديق مثل المنافق. مجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس الهنا الى الابد. من امثال سليمان الحكيم بركاته علينا امين. الحكمه بنت لها بيتا ودعمته بسبعه عمدان، وذبحت ذبائحها ومزجت خمرها في البواطئ، وهيأت مائدتها وأرسلت عبيدها لتدعو بصوت عال على الدوايا قائلة: من كان جاهل فيكم فليأتي إلي، والناقص علما فليقبل نحوي، فأقول لهم: تعالوا إلي، كلوا من خبزي واشربوا من خمري التي مزجتها لكم، اتركوا الجهل فتحيوا، اطلبوا الحكمة فتعمروا، انهضوا الفهم بالعلم. من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا، ومن ينذر شريرا يكسب عيبا. لا توبخ مستهزئا لئلا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك، وبخ الجاهل فيمقتك. اعطي الحكيم سببا فيزداد حكمة، علم صديقا فيزداد قبولا. بدء الحكمة مخافة الرب، ومشورة الأبرار فهم، معرفة الناموس للفطنة الجيدة. وبهذا النوع تعيش زمانا كثيرا وتزداد سنو حياتك. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد آمين. A reading from the book of Exodus of Moses the prophet. May his holy blessings be with us all. Amen. When Israel crossed the Red Sea, they walked through dry ground in the midst of the sea, and their enemies went into the sea, and the Lord brought upon them the water of the sea. Israel and all the house of Jacob were saved. They danced and sang the song, "Let us sing to the Lord, for he is greatly glorified." Glory be to the Holy Trinity, now and forever, and to the ages of all ages. Amen. يشوع وكافة الشعب عبر الأردن وقطعت أرجلهم الحجارة التي في المياه فتوسخت أمامهم وأهلكوا أعدائهم. نشاء النبي بركاته على جميعنا أمين. في ذلك اليوم ينير الله بالمشورة والمجد على الأرض ليرتفع ويتمجد كل من يبقى من إسرائيل، ويكون كل من يبقى في صهيون وبقية أورشليم يدعون أطهارا، كل من يكتب للحياة في أورشليم، لأن الرب يغسل قذر أولاد وبنات صهيون. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الأبدان. A reading from the book of Isaiah the prophet. May his blessings be with us. Amen. Ho, everyone who thirsts, come to the waters. And you who have no money, come, buy and eat. Yes, come, buy wine and milk without money and without price. Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me, and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance. Incline your ear and come to me. Hear, and your soul shall live. And I will make an everlasting covenant with you, the sure mercies of David. Indeed, I have given him as a witness to the people, a leader and commander for the people. Surely you shall call a nation. Surely you shall call a nation you do not know, and nations who do not know you shall run to you, because of the Lord your God and the Holy One of Israel, for he has glorified you. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts.
Let him return to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours, and my thoughts than your thoughts. For as the rain comes down, and the snow from heaven, and do not return there, but water and earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. For you shall go out with joy and be led out with peace. The mountains and the hills shall break forth into singing before you, and all the trees of the field shall clap their hands. Instead of the thorn shall come up the cypress tree, and instead of the briar shall come up the myrtle tree. And it shall be to the Lord for a name, for an everlasting sign that shall not be cut off. Thus says the Lord, keep justice and do righteousness, for my salvation is about to come, and my righteousness to be revealed. Glory be to the Holy Trinity, our God, and to the age of ages. Amen. A reading from Ezekiel the prophet. May his holy blessings be with us. Amen. I shall sprinkle clean water on you, and you will be cleansed from all your uncleanness, and I will cleanse you from all your idols. I shall give you a new heart and put a new spirit within you. I shall take the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I shall put my spirit within you and cause you to walk in my requirements, and you will keep my judgments and do them. You will dwell in the land I gave to your fathers. You will be my people, and I shall be your God. I shall save you from all your uncleanness. Glory be to the Holy Trinity, our God, forever and to the ages of all ages. Amen. وأيضا من حسقيال النبي بركته علينا أمين ثم حملني الروح وأدخلني من باب البيت وإذا ماء خارج من المشرق من تحت أسقفة الباب الشرقي لأن وجه البيت كان نحو المشرق وكان الماء منحدرا من الجانب الأيمن للبيت عن جنوبي المذبح ثم أخرجني من طريق باب الشمال وطاف بي إلى الباب الخارجي من الباب الذي يتجه نحو المشرق وإذا ماء كان يجري تحت الجانب الأيمن كمثل إنسان قدامه وقصب في يده فقاس ألفا بالمقياس وعبر في الماء وكان الماء إلى الركبة ثم قاس ألفا أخرى بالقياس وعبر في الماء فكان الماء إلى الحقوين ثم قاس ألفا أيضا في وادي لم يستطع عبوره لأن المياه طمت كمياه في واد منحدر لا يعبر وقال لي أرأيت يا ابن الإنسان ثم ذهب بي وأرجعني إلى شاطئ النهر وإذا عند رجوعي أشجار كثيرة جدا على شاطئ النهر من هنا ومن هناك وقال لي هذه المياه خارجة من الجليل الذي بالدائرة الشرقية وتنحدر إلى بلاد العرب وتذهب إلى البحر على الماء الجاري فتطهر سائر المياه ويصير أن كل نفس حية تدب حيثما يتبدد ماء هذا النهر عليها تتطهر من كل شيء وكل ما يأتي عليه ماء هذا النهر يطهر ويحيى مجدا للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس عز لأبينا القديس أم بشنود رئيس المتوحدين بركته المقدسة تكون معنا آمين فلنستحي الآن يا إخوتي من الذي تألم عنا ولنخف من الذي شد بمنديل وصب الماء في المغسل وغسل أرجل تلاميذي بيده الطاهرتين ولنصنع ثمارا تستحق هذا الاتضاع العظيم الذي صار فيه من أجلنا لكي نتوب سريعا من خطايانا التي ارتكبناها لأننا إن لم نتب فسيقال عنا في السماوات أننا محبون للخطايا فماذا يكون رجاءنا بعد استردنا من السماء وترحنا إلى الحكم
ورفضنا لأجل خطايانا وندان دينونة مضاعفة، لا لأننا أخطأنا بغير معرفة فقط، بل لأن ما عملناه بمعرفة كان أردأ مما عملناه بغير معرفة، ولا لكوننا أخطأنا فقط بل لكوننا لم نتب. لماذا لم تعرف الخراف صوت الراعي الحقيقي المحيي وتلتجئ إليه، ذلك الذي اشتراها بدمه وأعالها وأسلم ذاته فداء عنا، الذي أعطانا جسده لنأكله ودمه لنشربه، يسوع المسيح ربنا مخلصنا، يسوع الإله ابن الإله العلي الكائن في الأعالي إلى الأبد. فلنختم موعظة أبينا القديس أنبا شنودة الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الرسول إلى تلميذه تيموثاوس الأولى، بركته المقدسة تكون معنا أمين. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، لأننا لهذا نتعب ونعير، لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين. أوصي بهذا وعلم، لا يستهن أحد بحداثتك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة، إلى أن أجيء. اعكف على القراءة والوعظ والتعليم، لا تهمل الموهبة التي فيك المعطى لك بالنبوة مع وضع أيدي المشيخة. اهتم بهذا، كن فيه لكي تكون تقدمك ظاهراً في كل شيء. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذ فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. لا تذكر شيخا، بل عظه كأب، والأحداث كإخوة، والعجائز كأمهات، والحدثات كإخوات. بكل طهارة اكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل، ولكن إن كانت أرملة لها أولاد أو أحفاد فليتعلموا أولاً أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة، لأن هذا صالح ومقبول أمام الله. ولكن التي هي بالحقيقة أرملة ووحيدة فقد ألقت رجاؤها على الله، وهي تواظب على الطلبات والصلوات ليلاً ونهاراً. وأما المتنعمة فقد ماتت وهي حية، فأوصي بهذا لكي يكن بلا لوم. وإن كان أحد لا يعتني بخاصتي ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان، وهو شر من غير المؤمن. لتكتب الأرملة إن لم يكن عمرها أقل من 60 سنة، امرأة رجل واحد مشهودا لها في أعمال صالحة، إن تكن قد ربت الأولاد، أضافت الغرباء، غسلت أرجل القديسين، ساعدت المتضايقين، اتبعت كل عمل صالح. نعمة الله الآب فلتكن معكم ومعي يا أبائي وأخوتي، آمين. Yeah.
Disciples and holy apostles, many prophets and righteous men have desired to see things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But as for you, blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. May we be worthy to hear and to act according to your holy gospel through the prayers of your saints. Lord, mercy. Remember also our Master, all those who have bidden us to remember them in our supplications and prayers, which we offer up unto you, O Lord our God, those who have already fallen asleep, repose them, those who are sick, heal them. For you are the life of us all, the salvation of us all, the hope of us all, the healing of us all, and the resurrection of us all. انصتوا لسماء الإنجيل المقدس فاصنن من بشارة الإنجيل وعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته زمير أبينا داود النبي بركته على جميعنا آمين تنضح علي بزوفك فأطهر تغسلني فأبيض وأفضل من الثلج قلبا نقيا نخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا
ومالكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. قبل عيد الفصح إذ علم يسوع أن ساعته قد جاءت لكي ينتقل من هذا العالم ذاهبا إلى الآب، وقد أحب خاصة الذين في العالم أحبهم إلى النهاية. وبعد العشاء إذ بإبليس كان قد فرغ مما ألقى في قلب الذي يسلمه الذي هو يهوذا سمعان الإسخريوطي، فلما رأى يسوع أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي، قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منديلا وأتزر به، ثم صب ماء في مغسل وابتدى يغسل أرجل تلاميذهم ويمسحهما بالمنشفة من شفا التي كان مؤتزرا بها، فلما جاء إلى سمعان بطرس ليغسل رجلي قال له بطرس يا سيدي أنت تغسل رجلي؟ أجاب يسوع قال له إن الذي أصنع أنا لا تعرف أنت الآن، ولكنك ستعرفه بعد ذلك. قال له بطرس لن تغسل رجلي أبدا. فأجابه يسوع قال الحق الحق أقول لك إن لم أغسل قدميك فليس لك معي نصيب. قال له سمعان بطرس يا سيد ليس رجلي فقط بل يدي ورأسي أيضا. قال له يسوع الذي اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم، لأنه عرف مسلمه لذلك قال لست كلكم طاهرين. فلما غسل أرجلهم وأخذ ثيابهم إذ اتكى أيضا قال لهم أتفهمون ما قد صنعته بكم؟ أنتم تدعونني المعلم والرب وحسنا تقولون لإني أنا هو، فإن كنت أنا ربكم ومعلمكم قد غسلت أرجلكم فأنتم أيضا يجب أن يغسل بعضكم أرجل بعض. الآن ما صنعت لكم هو مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا بعضكم ببعض. الحق أقول لكم أنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله.
إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. واغفر لنا خطايانا
مهير نفاسي. أيضا نسأل الله الآب ضابط الكل أب ربنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب مرضى شعبك آدم بالمراحم والرافات، اشفيهم انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم روح المرض، الذين أبطأ مطروحين في الأمراض قم معزيهم، المعذبين من الأرواح النجس اعتقهم جميعا، الذين في السجون أو المطابق والذين في السبي أو النفي أو المقبض عليهم في عبودية مرة، يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين، رجاء من ليس له رجاء، معين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب منا الذين في العاصف، كل النفوس المتضايقة أو مقبض عليها أو مريض اعطيها يا رب رحمة، اعطيها راحة، أعطيها نعمة، أعطيها معونة، أعطيها خلاص وغفرا لخطاياها وأثاما. نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا شفيها والتي لأجسادنا عافيها، أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد، تعهدنا بخلاص يا رب. صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب أبانا وأخوتنا المسافرين يا رب، والذين أدمروا السرق المتسهل طرقهم أجمعين، إن كانوا في البحار أو الأنهار أو البحيرات أو الطرق المسلوكة، السالكين بين وكل أحد بكل موضع، ردهم إلى ميناء هادئ من الخلاص، تفضل اصحابهم في الإقلاع، اصحابهم في المسير، ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين والعافية ومعافين، اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. نحن أيضا يا رب غربتنا التي في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا قلق ولا عاصف إن إلى الانقيض يا رب. تفضل يا رب أوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة، بارك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم، اسعدها كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض يروى حرثها ولتكثر أثمارها، عدها للذرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليك، بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عين الكل تترجاك، أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه الحسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذ يكون لنا كفاء في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب ارحم. اذكر يا رب رئيس أرضنا عبدك يا رب ارحم، احفظه بسلام وعدل وجبروت، ولتخضع له كل البربر الأمم الذين يريدون الحرب في جميع ما لنا من الخصم، تكلم في قلبه من أجل سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية، أعطيه أن يفكر بالسلام فينا وفي اسمك القدوس، لكي نحن أيضا نعيش في سيرة هادئة ساكنة، ونوجد كائنين في كل تقوى وكل عفاف بك يا رب. Ask and entreat your goodness, the lover of mankind. Remember, O Lord, the souls of your servants who have fallen asleep, our fathers and our brethren. Lord, have mercy. Graciously accord, O Lord, to repose all their souls in the bosom of our holy fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Sustain them in a green pasture, beside the still waters in the paradise of joy, the place out of which grief, sorrow, and groaning have fled away in the light of your saints. Raise up their bodies also in the days which you have appointed according to your true promises, which are without lie. Grant them the good things of your promises, that which an eye has not seen, nor an ear heard, neither have come upon the heart of man, the things which you, O God, have prepared
For those who love your holy name, for there is no death for your servants but a departure, even if any negligence or heedlessness has overtaken them as men, since they were clothed in flesh and dwelt in this world. O God, is the good one and lover of mankind. Graciously accord, O Lord, to repose and forgive them, your Orthodox servants who are in the whole world, from the east to the west, and from the north to the south, each one according to his name, and each one according to her name, for no one is pure and without blemish, even though his life on earth be a single day. As for those, O Lord, whose souls you have taken, repose them, and they be worthy of the kingdom of the heavens. As for us all, grant us our Christian perfection that would be pleasing to you, and give them and us a shared inheritance with all your saints. Lord, we ask and entreat your goodness, O lover of mankind. Remember, O Lord, the sacrifices, the thanksgivings, the offerings, and those who have offered. Lord, the honor and glory of your holy name, receive them upon your holy rational altar of heaven as a sweet savor of incense before your greatness. In the service of your holy angels and archangels, you have received the gifts of the righteous Abel, sacrifice of our father Abraham, and two mites of the widow. So also receive the thank offerings of your servants, those in abundance and those in scarcity, hidden or manifest, those who desire to offer to you but have none. Those who have offered to you these gifts these very day, give them the incorruptible instead of the corruptible, the heavenly instead of the earthly, the eternal instead of the temporal. Their houses and their stores, fill them with every good thing. Surround them, O Lord, by the power of your holy angels and archangels. They have remembered your holy name on earth. Remember them also, O Lord, in your kingdom and in this age too. Leave them not behind. Lord, have mercy. Remember, O Lord, your servants, the catechumens of your people. Lord, have mercy. Have mercy on them. Confirm their faith in you. All traces of idolatry cast out of their heart. Your law, your fear, commandments, your truths, your holy ordinance, established in the heart. Grant that they may know the certainty of the words which they have been instructed. At this time, may they be worthy of the washing of the new birth and to the forgiveness of their sins, preparing them to be a temple of your Holy Spirit. يا من اشتد بمنديل وستر كل عراء آدم وأنعم علينا بلباس البنوة الإلهية، نطلب إليك أيها المسيح إلهنا، اسمعنا وارحمنا. يا من من أجل محبته للبشر صار إنسانا، وبمحبته لنا اشتد بمنديل وغسل أدناس خطايانا، نسألك أيها المسيح إلهنا، اسمعنا وارحمنا. يا من أعد لنا طريق الحياة بواسطة غسل أرجل رسل المفقتارين الأطهار، نسألك أيها المسيح إلهنا، اسمعنا وارحمنا. يا رب ارحمنا. أيها المسيح إلهنا، يا من جعل مشي على المياه وبمحبته للبشر غسل أرجل تلاميذه، نطلب إليك أيها المسيح إلهنا، اسمعنا وارحمنا. يا من التحف بالنور كالثوب واشتد بمئزره وغسل أرجل تلاميذ ومسحه، نسألك أيها المسيح إلهنا، اسمعنا وارحمنا. يا رب ارحمنا. اللهم ارحمنا كعظيم رحمتك، نطلب من صلاحك أيها الرب إلهنا، استجب لنا وارحمنا. أيها المسيح الرب إلهنا، الضابط الكل الرازق المواهب الإلهية، الذين يخدمون اسمك القدوس الذي ينمي ويربي ويعول الكل ويقوتهم بمحبتك، نطلب إليك أيها المسيح إلهنا، استجب لنا وارحمنا. يا رب ارحمنا. يا من جمع المياه إلى مجمع واحد وجعل لها حدا فوق السماوات،
نطلب إليك أيها المسيح إلهنا استجب لنا وارحمنا. الذي كال الماء بيده وقاس السماء بشبره والأرض كلها بقبضته، نسألك أيها المسيح إلهنا استجب لنا وارحمنا. يا رب الذي صير يا نبي الأودية أنهارا بإرادته المقدسة وبمحبتك للبشر غير المدركة، أعددت لنا كل شيء لخدمتنا وخلقت الكل من لا شيء. نطلب إليك أيها المسيح إلهنا استجب لنا وارحمنا. هكذا أيضا المعطي الحق وعظم الغنى وحبة البشر يا إله الرحمة، افتقد الأرض واروها بصعود ما. جميعا نطلب إليك استجب لنا وارحمنا. ليروى حرثها ولتكثر أثمارها بصلاحك، نسألك أيها المسيح إلهنا استجب لنا وارحمنا. يا رب ارحم. أرح وجه الأرض جدد دفعة أخرى صيد ماء النار كمقدار، نطلب إليك أيها المسيح إلهنا استجب لنا وارحمنا. يا رب بارك إكليل السنة بصلاحك وبقاع مصر ملأها من الدسم ليكثر حرثها تتبارك ثمارها، نطلب إليك أيها المسيح إلهنا استجب لنا وارحمنا. تفرح حدود كرة مصر وتهلا كان بفرح من قبل صلاحك، اللهم خلص شعبك بارك ميراثك، افتقد العالم أجمع بالمراحم والرافات، ارفع شأن المسيحيين بقوة صليبك المحي، نطلب إليك أيها المسيح إلهنا استجب لنا وارحمنا. أعطي طمأنينة وثباتا وسلاما للممالك بصلاحك، انعم لنا بالخصب مراحمك لسائر فقراء شعبك، تبتغي قلوبنا بطلبات أمك العذراء القديسة الطاهرة مريم والقديس يوحنا المعمدان وكافة أبائنا الرسل، نطلب إليك أيها المسيح إلهنا استجب لنا وارحمنا. كيري إليسون كيري إليسون كيري إليسون كيري إليسون كيري إليسون كيري إليسون Son, Kiri, Alei, 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 Son, Ki
حقيقة ومن بلان واحد الله لا يبدأ ابن الله الوحيد المولود من الأم قبل كل دور نور نور إلى حق مولود غير مخلوق مساولة في دار الذي به كان كل شيء نجل خلاص نزل من السماء وتجسد من الروح قدس مريم العذراء تأنس صلبا تعالوا قبر وقوم بين لما في يوم الثالث كان في الكتب صعد إلى السماوات أيضا يأتي في مجده لدين الحياة ولما يأتي الذي ليس يمكن قضاء الرب المعلم بثق من الأب نسل والأب الناطق في الأنبياء نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا تنقشتي والقائد انت يا رصاصي زنتيني للمو نبيون كنتي بيون اثني يومين هيت النبرز بيان تهدون وماريا شوي سريا مطنان بيكوه يقول انتين تنوش تمكو برستوس نبيك يوتنا توس نبيم دم ووالجي عباش كاكسو تيرموني وصيريني سيسيا الله الأب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة عطية الروح القدس فلتكونوا مع جميعكم ومع روحك مستحق ومستوجب مستحق بالحقيقة وعادل لأنك بالحقيقة مستحق وعادل أكرمك أرفعك أباركك أمجدك أسجد لك وأشكرك في كل زمان لأجل الخيرات التي صنعتها معنا أنت الإله الحقيقي وحدك الكائن منذ البدء الذي أظهر المياه في علالي الذي جعل المياه الكثيرة في فلك السماء هؤلاء يبارك اسمك القدوس يا ملك الخليقة كلها يا يسوع المسيح نسجد لك أيها الجالس على عرش مجده الذي تسجد له جميع القوات المقدسة إن الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والربوبيات وكل الأرواح الخدام وكل الجمع غير المحصى من القوات الملائكية هؤلاء القيام أمامك بخوف ورعدة يسبحون عظماتك أنت هو الذي يقف حولك القواد الطباوين الشاربيم والصارفيم هؤلاء يقدسونك ثلاث مرات في كل حين
ونحن أيضا اجعلنا مستحقين أن نسبحك معهم ونباركك بأصوات المجد قائلين الشيروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءة من مجدك لا true holy God, Jesus Christ, the protokos of all creation, who dwells in glory of his majesty, whom nobody can apprehend the fullness of the divinity that dwells in him bodily. You did not consider it robbery to be equal to God your Father, but with your good will you came to earth taking the form of a servant and becoming man in truth. You were incarnate in the undefiled womb of the Holy Theotokos, Saint Mary. You who was clothed in purity and never sinned, gave yourself up to the Holy Cross for our salvation. You gave us this example, for after supper you arose, took a towel and girded yourself and poured water into a basin and began to wash your disciples' feet and wipe them with the towel with which you were girded. You had given them the ordinance of love and humility and the remembrance of your love for mankind. For you said to them, if I, your Lord and Master, have washed your feet, then you also ought to wash one another's feet. As much as I have done it unto you, so you ought to do to one another. You have ordered them to follow your commandments and your statutes, for you have said, love one another. By this shall all men know you are my disciples, because you love one another. You also have taught us the love and unity, and you have reconciled us with your Father through washing the disciples' feet in the purity of this example, and through your love and compassion for mankind, you have crowned our freedom. When Peter exalted your divinity and refused, saying, you shall never wash my feet, he heard the true condition, if I don't wash you, you have no part with me. Therefore he cried sincerely, saying, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. And he also heard your divine voice, which is full of truth, saying, he who is bathed needs only to wash his feet, but is completely clean. Therefore we ask and entreat you, our Lord Jesus Christ, to make us worthy and dwell in our midst, as you are with your holy disciples, the holy apostles, O you who has blessed at that time, now also bless us. للشفاء امين امين ماء مقدسا امين امين ماء لغفران الخطايا امين امين ماء الطهارة امين امين خلاص
وصحة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا أمين. آمين. موهبة طاهرة أمين. آمين. محبة بعضنا لبعض وحواس نقية أمين. آمين. لكي نستحق فضيلتك المقدسة علمنا إياها من قبل محبتك للبشر أمين. آمين. عندما نغسل أرجل بعضنا بعض لنستحق أن نكون في ميراث تلاميذك الأطهار أمين. آمين. تطهر إنساننا الداخل بثمرة هذا السر أمين. آمين. إن لنا بغفران خطايانا بحلول روحك القدوس علينا أن نطهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا من كل دنس الجسد وكل نجاسة وكل خطية أمين. آمين. امنحنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا تدع شيء من الأسام يتسلط علينا بل أنعم علينا بحواس حكيمة وسلوك ذات وقار وأمان لكي نأتي إليك لنجد رحمة أمامك ورأفة أمين. آمين. نطلب إليك يا الله الحقيقي كي ترسل علينا وعلى هذه المياه روحك القدوس البرقليط قبل المياه خالق الكل بيسوع المسيح ربنا الذي صلب عنا على عهد بلاطس البنطي واعترف قائلا إن أنا هو ابن الله نؤمن أنك أنت ابن الله في الحقيقة. طهر هذا الماء بقوة روحك القدوس كي يبطل القوات المضاد المقاتل لنا وانتهر كل الأرواح النجسة وكل سحر وكل رقية وكل عبادة الأوثان أهرب من هذا الماء كل قوة المضاد بعلامة صليبك اظهرهما للشفاء أمين. ماء للطهارة أمين. ماء مغفرة الخطايا أمين. ماء الخلاص أمين. أنا مستحقين البنوة لكي نصرخ نحو أبيك الصالح قائلين أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا. برستوس إنوس بنشوس Non più un son Kyrie, noi erano passi, torniamo mai teso. Sayyid al-Rabbi Yesu al-Masih, kalimata Allah il-Abu al-Muhi, الذي قطع كل الرباطات خطايانا من قبل آلامه المخلصة المحيي الذي نفى في وجود تلاميذ الأطهار ورسل المكرمين وقال لهم اقبلوا الروح القدس وان غفرتم لهم خطايا غفرت لهم سكتم عنه. أنعمت الذين عملوا في الكهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان يغفر الخطايا على الأرض وربتها. أسأل وأطلب من صلاحك من بشر عبيدك أبائي وأخواتي وضعفي المنحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايانا كنا أخطأنا لك في شيء بعلم أو بغير علم بالقول أو بالفكر أو بصغرنا. أنت يا سيدي كصالح ومحب البشر انعم لنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حللنا حلل كل شعبك املأنا من خوفك قومنا أرادتك المقدسة لأنك أنت ربنا والمجد والكرامة. Soti samin ketum ne mati som. Tageti sagis blogetos kirios so Christo ethes agasus ne magion amin. So paragios patiri so paragios eos ento paragion ebneoma. Amin. Es mu ebno tichenni. Yeah.
Thank you.